LRCD ينفض عنه غبار الركود ويخرج للعلن بقضية حساسة علها تعده لتسيد الساحة السياسية بافتعال الجدل، ذلك عبر المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل. هذه الأخيرة لا يراد لها أن تكون نسبية أو تكبل بعوائق الدين ولا العرف. ونجاهر بنضالنا من أجل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، لأنه لا وجود للمواطنة دون مساواة قانونية. ما زلت على قناعة بأنه ينبغي على المرأة أن تستغل كل الفضاءات المتاحة لها، من خوض العمل السياسي والترشح لمناصب في المؤسسات السياسية وفي المؤسسات الاقتصادية واقتحام الفضاء العام. محسن بالعباس الذي استورد نتائج ثورة الياسمي يريد من المرأة الجزائرية كسر كل القيود والقفز على كل الحواجز والتمرد على قوانين وأعراف يرى انتهاء صلاحيتها. الارسيدي ما متبني هذا الطرح منذ النشأة. الارسيدي معروف، الارسيدي سي ان بارتي دابور كي ا توجور بروني ليغاليتي فوار ميم لابروغاسيون دي كود دو لا فامي كي ا ايتي انستوري بار لاسامبلي دو اف ال ان 1984. لا ليميت حنا اون ديفونسي لي تونيزيان دون سيت ابروش. اون ني با كوندامني دو فيف نوتر في دو لا ميم مانيير تيل كي لا ايتي فيكو par nos anciens. Il y a toujours une réflexion pour améliorer notre situation. Il n'y avait pas d'internet dans le temps, il n'y avait pas de télévision dans le temps, il n'y avait pas d'école dans le temps. Donc on s'améliore de plus en plus. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Il n'y a pas de frein. Pourquoi vous allez... Moi, je suis né pour trouver des freins pour la société. Non, je suis né justement pour faire ma vie. ورغم المكاسب التي حققتها المرأة عبر التراكمات والنضالات، إلى أنها لم ترقى حسب ضيوف الملتقى إلى درجة تحقيق الرضا عن واقع المرأة الجزائرية التي تحتاج إلى ثورة في الذهنيات. هناك عمل كبير لابد أن يقوم به المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية في هذا المجال. أولا على مستوى التشريعات، العمل على مستوى المرأة ذاتها في معرفة حقوقها والمطالبة بها، لأن في بعض الأحيان المرأة هي نفسها تكون ضد مصالحها وضد حقوقها. مطالب وإن يراها البعض خطوات جديدة في مسار النضال المستمر لترقية حقوق المرأة، إلا أن رؤية الارسيدي العازف على وتر المساواة المطلقة قد يفتح باب الجدل على مصراعيه في الجزائر، فلا الدين ولا العرف يؤيدان الطرح.